يا اهلا بيكم. لو انت انتيريور ديزاينر فدول خمس نصايح كنت اتمنى ان حد يقول لي عليهم اول ما بدات. مهم جدا عشان تبقى انتيريور ديزاينر ناجح ان انت تعرف يور ديب واي. يعني ايه ديب واي؟ يعني تعرف هو انت ليه بتشتغل الشغلانه ديت، انت ليه بتشتغل انتيريور ديزاينر. اسال نفسك وهات ورقه وقلم وابدا ان انت اكتب انا ليه بشتغل انتيريور ديزاينر. هل انا بفرق في حياه الناس؟ هل انا باثر بالديزاينز بتاعتي ديت في حياه الناس؟ هل الديزاينز بتاعتي ديت انا بعملها بس عشان اكسب منها فلوس، ولا انا بعملها علشان اساعد الناس ان هم يعيشوا حياه احسن؟ ابدا اكتب كل الحاجات اللي انت بسببها بتشتغل الشغلانه ديت. مهم جدا جدا ان انت تعرف انت ليه هنا وليه بتعمل اللي انت بتعمله، لان معرفتك لده هيخليك موتيفيتد كل يوم انك بتصحى عايز تتعلم اكتر وتشتغل اكتر وتشتغل على نفسك اكتر عشان تكون احسن في الرساله اللي انت عايز توصلها للناس. تاني حاجه هي ان انت تتعلم وتقرا كل يوم. اتعلم واقرا عن الفيلد بتاعك، اتعلم واقرا من اللي سبقوك في المجال دوت، خد تريننج، خد كورسز، اقرا كتير، ذاكر كتير عن الفيلد بتاعك، اعرف كل يوم معلومه جديده، كل يوم معلومه جديده. خلال سنه هتبقى عارف 365 معلومه جديده، فلما يكون عندك 5 سنين فانت بقى عندك اكسبيرينس كبيره جدا من كميه المعلومات اللي انت بتقراها وبتتعلمها وبتاخدها كل يوم. كل ده هيبدا ان هو يفرق معاك في الفيلد بتاعك، ان هو هينقلك نقله كبيره جدا لان انت تكون اكسبرت في الفيلد بتاعك. تالت حاجه كرييت فريم وركس وسيستمز لشغلك. حط لنفسك انت لما بتبدا اي مشروع بتبداه ازاي، وايه الخطوات اللي انت بتمشي عليها، وازاي بتبدا انك تعمل دوكيومنتيشن لكل حاجه وكل بروسس انت بتعدي بيها، علشان مع الوقت تقدر ان انت تاخد الفريم ورك والسيستم دوت وتطبقه على بروجكت واثنين وثلاثه. انا عارف ان بعض البروجكتس ممكن يبقى بيختلف فيها الفريم وركس ويختلف فيها السيستم، بس اتليست انت عارف في دماغك هو انا ببدا فين وبعمل ايه وبمشي البروسس ازاي وبتعلم من كل غلط انا بعمله في كل مشروع انا بشتغل فيه. مشروع معين ما كتبتش عقد فلازم المشروع اللي بعده اكتب العقد، طب مشروع تاني لما جيت اعمل الرسومات بتاعته ما خدتش كل المقاسات بشكل مظبوط فالدنيا ما طلعتش مظبوطه، فمهم ان انا اخد كل المقاسات بشكل مظبوط. اكتب كل حاجه وتكتب ايه الدروس المستفاده من كل مشروع انت بتعمله. من الدروس المستفاده بتاعت كل مشروع انت بتعمله هيطلع لك مجموعه كبيره من الدروس المستفاده على مسيرتك طول ما انت شغال، هتبقى بالنسبه لك هي الكنز والميراث اللي انت هتسيبه لناس ثانيه ممكن ان انت تساعدهم ان هم يعملوا ده. رقم 4، اول ما تتعلم حاجات كتير مهم جدا انك تورك فور فري تو سيرف انذر بيبل. اشتغل علشان تبدا ان انت تطبق العلم اللي انت اتعلمته دوت في الحاجه اللي انت هتنفذها علشان تقدر انك تطلع برودكت حقيقي. ما تكتفيش بالعلم بس، اتعلم وطبق، اتعلم وطبق، اتعلم وطبق. ولما تبدا ان انت تتعلم وتطبق ما تخافش، لانك في الاول هتقابل مشاكل وده طبيعي. اي حد في حياته في بدايتها بيقابل مشاكل كتير جدا، وفي حاجات كتير جدا ممكن انها تقع منه، وفي حاجات كتير جدا ممكن ينجح فيها، وحاجات كتير جدا ممكن يفشل فيها. بس لو انت ما حاولتش وما جربتش وفضلت خايف من انك تاخد التجربه بتاعت ان انا هشيل حاجه وهشتغل في حاجه، عمرك ما هتوصل لها. فمهم جدا انك تدخل وبقلب جامد، وبعد كده هتلاقي نفسك كل مرحلة انت بتتعلم من الخطوة ديت للخطوة اللي بعدها للخطوة اللي بعدها، وهكذا الى ان انت توصل لان انت بتحقق نتائج قوية جدا في الديزاينز بتاعتك، وبتحقق نتائج قوية جدا في الشغل اللي انت بتطلعه وبتنفذه للعملاء بتوعك. النصيحة الخامسة، ودي نصيحة من ذهب، اتعلم ماركتينج. اتعلم ماركتينج وتعلم سيلز، الاتنين دول من غيرهم مفيش اي بزنس في الدنيا بيقوم. لو انت عايز تكريت بزنس لنفسك، عايز تنجح في حياتك، عايز تقدر ان انت تكسبرس كل حاجة، عايز تبيع افكارك، عايز تبيع الديزاينز اللي انت عاملها، عايز تقدر تطلع في السوق سواء بقى تشتغل حر، تشتغل فريلانسر، تشتغل في شركة، اي
ايا كان مهم جدا انك تتعلم مهارات الماركتينج، مهارات التفاوض، مهارات البيع، والثلاث مهارات دول هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا 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 في حياتك. لو لسه ما بداتش فيهم ابدا دلوقتي. اي هوب يكون الفيديو دوت مفيد بالنسبه لك. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك. لو انت عايز تشوف التريننجز بتاعتنا بتاعت الانتيريور ديزاين هتلاقيها موجوده في اول كومنت او هتلاقيها في الديسكربشن على يوتيوب. ولو انت عندك اي اسئله ليها علاقه بالانتيريور ديزاين اكتبها في الكومنتس تحت وهنجاوبك عليها في فيديوز تانية. توفيق ليكم.